حظيت الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى إلى جمهورية مصر العربية باهتمام وسائل الإعلام المحلية والعربية من منطلق الأهمية التي تحملها. كما تم تسليط الضوء على الزيارة التي قام بها جلالته إلى مدينة شرم الشيخ، ما حملته معها من رسائل نبيلة وداعمة لمصر الشقيقة. 9 أيام هي مدة الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة إلى قاهرة المعز، تلبية منه للدعوة التي وجهها له رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة وضعت يدها على مجمل أوجه التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحتى العسكري منها، حدث سارعت إلى تغطيته العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية للأهمية التي اكتسبها من خلال ما تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات المشتركة التي تهم مصلحة البلدين، فضلا عن حجم التفاهمات السياسية تجاه مختلف القضايا المصيرية المتعلقة بأهم ملفات الصراعات التي تشهدها المنطقة العربية بأسرها. ما يزيد على 850 من أخبار وتقارير وحوارات تلفزيونية وصحفية كانت قد خاطبت المتلقي العربي والعالمي على مدى فترة الزيارة الهامة، فالعاملون في بحر السلطة الرابعة لم يلبثوا إلا أن يكون شغلهم الشاغل تغطية شاملة تراعى فيها أدق التفاصيل. الزيارة هذه حازت على تغطية إعلامية تستحقها. نعم، لأن الزيارة جدا مهمة، تأتي في وقت جدا مهم. ما يربط البلدين أكثر من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. هناك اتفاق تام. نحن الآن نواجه نفس الخطر ما تتعرض له مصر، تتعرض له البحرين. من تدخلات خارجية، من محاولات لتشويه الصورة. فنلتقي في كثير من الأمور، ولدينا الكثير من الأدوات التي نستطيع من خلالها الدفاع عن دولنا بإبراز الجوانب المشرقة. وأعتقد القائمين على الإعلام في الشقيقة مصر، نعم، ولا أخص أحد، كلهم، نعم، يعني كل من التقيت فيه رأيت فيه الوطنية، رأيت فيه حب خدمة مصر، نعم، دون أجندات فردية أو شخصية. نعم، لذلك تم إبراز هذه الزيارة بشكل يليق بها ويليق بالقمة الثنائية التي جمعت جلالة الملك وفخامة الرئيس. وما إن قارب حدث الزيارة على الانتهاء، حتى سارع عاهل البلاد المفدى القيام بجولة موسعة شملت شواطئ مدينة شرم الشيخ بهدف التأكيد على حجم التنوع السياحي التي تتمتع به الشقيقة مصر، باعتبارها وجهة تزخر بالعديد من الأماكن والمقومات السياحية العديدة والمتنوعة، كالمنتجعات السياحية الجميلة التي أثبتت قدرتها في استقطاب السياح من مختلف دول العالم، وذلك لم يكن لولا توفر الأمن والأمان والاهتمام الذي توليه القيادة المصرية بهذا القطاع الحيوي لما له من دور فاعل في تنوع مصادر الدخل، كما أنه يخلق فرصا كثيرة للازدهار الاقتصادي في هذا البلد الشقيق. ليس لدينا ما نخفي، لدينا كثير من قصص النجاح، لدينا جوانب مشرقة يجب أن يراها الجميع. محاولة تشويه الصورة باءت بالفشل. نعم. اليوم الزيارة التي قام بها جلالة الملك على سبيل المثال لشرم الشيخ كانت رسالة واصلة للجميع. أن البلد آمن، السياحة نشيطة، هناك إقبال كبير، ما تم بثه من صور يعطي مؤشر بأن بصراحة لفتة ذكية من جلالة الملك ورائعة، وهو كان يعطي رسالة لكل فرد في شرم. أنا لسه راجع امبارح بالليل، نعم، وكان لي الشرف أن ألتقي بمستشار جلالته. الحقيقة لفتة رائعة ما شفناهاش، يعني هو متحرر كمان من الرسميات وبيرتدي الكاجوال ونازل لحمام يعني المية، يعني هذه الصورة تكسر كمان نمطية، خلينا أقول النمطية مش كده. يعني هو كان متعمد ده يا فندم ولا ايه؟ أكيد هذه دليل محبة، دليل مشاعر صادقة تجاه بلد مصر،
ورسائل تصل إلى الجميع، كل يقرأها حسب ما يفهم منها. صحيح. الرسالة الأهم بأن شرم الشيخ هي جزء مهم في السياحة المصرية. نعم. منطقة آمنة، ما تم بثها من صور يعكس عدد كبير من السواح. نعم. مصر مقبلة على أيام أفضل وأفضل إن شاء الله، والجميع كل مواطن عربي مخلص الآن يقوم بدوره لدعم مصر بأي طريقة كانت، لأن مصر عمق استراتيجي للوطن العربي، نجاح مصر نجاح للجميع. مصر دورها القيادي لا يمكن أن ينسى ولن ينسى، والأخوة القائمين على هذا البلد جميعهم دون تحديد لديهم الكثير لتقديمه لوطنهم العربي الأكبر. الحقيقة الواحد مهما قال لنا رد جميلكم، الحقيقة وفاءكم بجد، يعني انتوا يعني أبدا. زيارة سلطت عليها الأضواء من كل جانب، وكانت محط اهتمام ومتابعة السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين كافة، ممن كانوا أولا بأول مع كل خطوة مدروسة تتمثل بهيئة التفاهمات المتنوعة التي أقدم عليها الزعيمان، على أن تكون حيز الواقع والتنفيذ لما فيه مصلحة المنامة والقاهرة على وجه الخصوص والعالم العربي على وجه العموم. لتلفزيون البحرين، محمد الشهدات.